بسم الله الرحمن الرحيم. انعقدت اليوم الدورة العادية لشهر ماي 2019 لمجلس جامعة عين شقف. خلال هذه الدورة تم المناقشة والمصادقة على عدة نقاط. كانت 13 نقطة مبرمجة في جدول أعمال هذه الدورة، أهمها الاستعدادات للاحتفالات بعيد العرش المجيد. كما كتعرفوا أن كل سنة جامعة عين شقف كتحتفل بعيد العرش، وكتنظم مهرجان كبير، مهرجان ثقافي وفني ورياضي بهذه المناسبة الكريمة. فكذلك هذه السنة على غير السنوات السابقة تم تكوين لجنة للاستعداد للاحتفالات بعيد العرش المجيد. جدول الأعمال كان كيضم كذلك عدة اتفاقيات شراكة مع جمعيات لتدبير القطاع الماء، وكانوا عندنا 5 ديال الجمعيات اللي المجلس صوت على اتفاقية شراكة اللي كتجمعنا معاهم ومع المكتب الوطني للماء صحي الشرب، باش هما اللي غادي يدبروا قطاع الماء في الدواوير اللي تابعه لهم. كانت كذلك عندنا نقطتهم اقتناء سياره للنقل المدرسي. هاد السياره هذه غادي تكون موضوع اتفاقيه شراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. حنا في هذه المناسبه كنشكر السيد عامر اقليم مولاي يعقوب، لانه هو اللي في حقيقه يدعم جامعه عين شقف في هذه المسائل ديال المبادره الوطنيه، وكيعطيها واحد العنايه كبيره، وكذلك لهذا القطاع ديال التعليم. فهذه الحافله غادي تنضاف للحافلات الاخرين ديال الجامعه ديال عين شقف، اللي هي بحقيقه خفت العبء على الاباء وعلى التلاميذ، وذلك لمحاربه الهدر المدرسي. وحنا كنعرفوا ان الجامعه ديال عين شقف تتكون من عده دواوير اللي هي متفرقه ومتشتته الى اخره. كانت عندنا واحد 4 ديال الاتفاقيات ديال الفرق الرياضيه، وتهم الدعم ديال الفرق الرياضيه، الا ان المجلس اجل البت في هذه النقاط بربعه الى حين يدليو بالوثائق ديالهم والانشطه اللي قاموا بها والى اخره، باش المجلس الدعم الا كان كيمشي كيخصو يمشي لواحد الفريق اللي بالفعل كيخدم وكيشتغل وكيعمل الى اخره. وغادي تكون في الدوره اللاحقه ان شاء الله غادي يدوز هاد الاتفاقيات هادو. الاخيره كانت هي تحويل اعتمادات واحد 400,000 درهم، حولناها باش اولا 200,000 درهم نخصصوها لحفر الابار باش لهذه المساحات الخضراء، و 200,000 درهم لاقتناء سياره اللي كانت موضوع اتفاقيه مع القياده ديال الدرك الملكي، باش ندعمهم بهذه السياره هذه باش يبداو يقوموا بجولات للحفاظ على الامن بجامعه عين شقف.